رحيم، بدايه موسم مقلقه شويه، ما تعرفش تقيم فيها مانشستر سيتي، هل هو فريق جاي ينافس فعلا ليفربول وجاي يلا يا جماعه ناخد يورجن كلوب كده ونقول له ان احنا هنكمل مع بعض السنه دي زي السنتين اللي فاتوا وهنقعد ننافس احنا الاثنين بس والباقي يتفرج علينا، ولا هنقول يورجن كلوب وليفربول او تشيلسي معلش يا جماعه خدوا ساتر انت ونافس على الاول والثاني واحنا هنشوف الدنيا بالنسبه لنا رايحه فين. المشكله في ماتش وولفرهامبتون ومانشستر سيتي ما تقدرش تقيم مانشستر سيتي كان عامل ازاي، يعني اول نص ساعه السيتي جاي، السيتي جاي ينافس ليفربول بجد، والسيتي مصمم على ان هو ينافس على الصداره، و4 2 3 1 مثاليه، وفرناندينيو ورودريجو مع بعض في نص الملعب عاملين شغل كويس، والاتنين بيغطوا التقدمات بتاعت رحيم ستيرلينج على الشمال بيبقى وراه رودريجو، والناحيه الثانيه في الفودن بيكون وراه فرناندينيو، والدنيا بتكون شغاله زي الفل اهي، وعاملين نص ساعه كويسه، والدنيا بالنسبه لنا عنب، مفيش اي مرتدات ولا كور خطيره من وولفرهامبتون كان متعود ان هو يعملها علينا في الماتشات بتاعتنا مع نونو سانتو، والدنيا كانت بالنسبه لنا تمام في اول نص ساعه. عدينا اول نص ساعه على 2-0، تخش بقى الشوط الثاني ده مانشستر سيتي بتاع السنه اللي فاتت بالظبط، هو نفس مانشستر سيتي، نفس المشاكل البدنيه اللي موجوده في الفريق بقى لها سنتين، لان مانشستر سيتي الدوري اللي اترسم ليفربول بعد نهايه الموسم كانت الفرقه منهاره بدنيا، والكلام ده واضح في بدايه الموسم اللي فات، ولسه مع الاسف الشديد مكملين في موضوع الانهار البدني. يعني مثلا ممكن تعمل خطط عبقريه كتير قوي جوه الملعب، ممكن تعمل ابداع فني وابداع تقني جوه الملعب من الشغل اللي انت بتعمله كمدرب، بس اللعيبه بتاعتك ما تقدرش تنفذ الكلام ده 90 دقيقه ليه؟ عشان خاطر احنا عايزين نعمل ايقاع واحد بس طول ال 90 دقيقه، او ايقاع واحد طول ما الكوره معانا ونلعب بسرعه من رجل لرجل. طب تمام، عندنا بدلاء بحيث ان اللعيبه لما تتصاب او تتعب في المباراه نغيرها؟ لا، هو النهارده ما كانش عندنا حتى على الدكه غير فيران توريس واوتاميندي ورياض محرز بس الثلاثه اللي ممكن ينزلوا، انما الباقي عباره عن شباب وناشئين. طب تمام، نقسم بقى المباراه. لا، ما قسمناش المباراه، احنا كنا بنلعب بس جيم مفتوح وكنا بنلعب بريتم سريع قوي طول ما الكوره معانا. طب تمام، خلصنا المباراه بعد ما جبنا الهدف الثاني، نرجع بقى ندافع علشان خاطر انهارنا بدنيا، نعرف ندافع؟ لا والله الكلام ده ما يقولش معانا، ما نعرفش ندافع اساسا، احنا عندنا باك شمال بيتلم من الريحه اللي هو الكابتن مينجي، وعندنا الباك اليمين بتاعنا ربنا واخد منه كل حاجه في الحياه وعطوا له شويه سرعه، وهو كابتن كايل ووكر، ووراه طبعا جون ستونز اللي هو كالعاده تحس انه نسمه، ده مش مساخ خالص، ده لعيب نسمه، سواء جبت له جوتا هتلاقيه بيعمل انطلاقات عليه في ماتشات ولفرهامبتون، سواء جبت له خيمينيز هتلاقيه زي الفل، سواء كمان رحت جبت لعيب اسمه دانيال بريس الفرود اللي هم جابوه السنه دي علشان خاطر يغطي رحيل جوتا، لا هو الراجل برضه شغال، اي حد جاي بيعدي من ستونز والدنيا بالنسبه له زي الفل. خط دفاع يطمنك ان السيتي رايح لبعيد السنه دي في الدوري، غير كمان كابتن رحيم ستيرلينج خميس كاكا اللي بيضيع كور غريبه وما تفهمش بيضيعها ازاي، غير كابتن جابريل جيسوس اللي اغلب الوقت عايز ينزل يكون صانع العاب ويكون طرف ما يكونش مهاجم خالص، والراجل بصراحه كل مباراه بيلعبها بنقول ولا يوم من ايامك يا عم اجويرو، حتى وانت بتلعب برجل واحده بتكون افضل من كل ده علشان خاطر اجويرو مهاجم صندوق بجد، انما الراجل بيحاول ينزل تحت وبيحاول يصنع لعب. طب تمام، مين اللي هيخش يجيب جون؟ كابتن خميس كاكا، كابتن رحيم ستيرلينج، في الفودن عامل شغل كويس، هتقول لي في الفودن اساسي على رياض محرز، ونفس الكلام اللي كانت الناس بتقول ليه رياض ما بيلعبش، يا جماعه رياض لسه راجع بقاله 3 ايام والموضوع كان هيبقى صعب انك تدي رياض في الملعب، ودينا شايفين الفرقه اللي بيتمرنوا بدنيا عاملين ازاي، ما بالك بقى لو رياض نزل من على الدكه هيبقى الدنيا عامله ازاي، الفرقه بدنيا منهاره تماما. كنت بكلمك على موضوع البدني، وروح اتفرج مثلا على واحد زي روبن بونس الراجل المعد البدني لليفربول، الراجل فارق معاهم ازاي، يعني الفرقه حرفيا جبابره جوه الملعب علشان خاطر في معد بدني شاطر بره، وهي دي المشكله اللي بيب جوارديولا مش عايز يفهمها، المشكله مش في مشكله طرق لعب، ولا مشكله ابداع تكتيكي، ولا ابداع خططي، ولا ان انا اهاجم ازاي، ولا ان انا افتح على الاطراف، ولا ان انا اعمل منظومه دفاعيه كويسه، المشكله كلها مشكله بدنيه، لو اللعيبه بتاعتك بتقدر تكمل 90 دقيقة عارفة تدافع كويس وعارفة تهاجم وهي معاها الكورة هتكون الدنيا بالنسبة لك مظبوطة وتمام، لو اللعيبة بتاعتك بتنهار بدنيا في وقت من المباراة وانت ما بيكونش عندك دكة، وقتها الفرقة بتكون تحت حمل ان هي هتدافع، وفي لعيبة مانشستر سيتي في الحالة الدفاعية الموضوع بالنسبة لهم بيكون ضايع تماما. لو حبيت تتكلم على فرانتون ووندس فكالعاده يعني نونو سانتو بيلعب بال 3-4-3 اللي هي في الحاله الدفاعيه بتكون 5-3-2، وبتلاقي ان هو بيعتمد على انطلاقات ادامه تراوري من ناحيه اليمين، وخصوصا يعني ان زي ما قلت لك الباك الشمال بتاع مانشستر سيتي راجل بسم الله ما شاء الله، يعني مش عايز اتكلم كتير قوي على مندي عشان الكلام على مندي بتعبنا نفسيا بصراحه من السنه اللي فاتت، مش عارف انا بيب جوارديولا مكمل بيه ازاي السنه دي، مكمل برده ازاي بالاسطوره كايل ووكر ومستني ان الفرقه تعمل حاجه. المهم الراجل بيعتمد على روبن نيفيز وبيعتمد على جو موتينيو وبيعتمد كمان في الهجوم على خيمينيز وعلى الراجل دانيال اللي هو لسه جايبه، وكالعاده الخط الدفاعي الناس ممتازه جدا ومستعده تتخانق اغلب الوقت جوه الملعب وفي الالتحامات، واللعيبه
لو ما جبتش فيهم جون بسرعه هتلاقي ان انت تعبت جدا في ان انت تخلص المباراه، وده اللي حصل في البدايه. وضربه الجزاء اللي كيفن دي بروين بيقدر يتحصل عليها بمجهود شخص ويقدر ان هو يجيب الهدف الاول، المباراه تستاهل تماما. ويوم ما رحيم ستيرلينج اخيرا فكر بدماغه بجد، ما فكرش ان هو انا عايز اجيب جون، هو ما بيعرفش يجيب اهداف، فالكره جات له بيباصي تحت حلوه قوي لفيل فودن علشان خاطر تجيب الهدف الثاني، وبعدها سير من الفرص اللي مانشستر سيتي عمال يضيعها، وكان ممكن تخلص المباراه من بدري في الشوط الاول. وده اللي احنا بنتكلم فيه من البدايه، انه طول ما انت قادر تخلص خلص، علشان خاطر لما ترجع تدافع هتشيل قبح عشان الدنيا بالنسبه لك مش مربوطه دفاعيا. يعني مثلا قبل احراز الهدف الاول بتاع ولفرهامبتون كنا مرعوبين جدا، لان ولفرهامبتون لو كان جاب الهدف الاول كنا خايفين انه يجيب الهدف الثاني، فلما جابوا الهدف الاول بتاع خيمينيز والراجل بودينيز ده عطى حتتين كوبري كيفن دي بروين، حكايه بصراحه قبل ما يلعب الكروس في خيمينيز وقبل وبعد احراز الهدف، قلت بس هي نفس الموسم اللي فات بنتكسم، هيجوا متعادلين معانا واحتمال يجيبوا الهدف الثالث في النهايه علشان خاطر يبقى حرق الدم بجد. انا بصراحه نفسي الفرقه تكون ممتازه اغلب الوقت، بس انا شايف ان الفرقه لسه عندها مشاكل بدنيه ولسه عندها مشاكل في اللعيبه اللي مش عارف هي بره وبعيده ازاي. يعني مثلا برناردو سيلفا بعد ما عمل موسم ممتاز فجاه وقع، لقينا برضه زينتشينكو بعد ما عمل موسم ممتاز برضه وقع، وحتى لما رجع من الاصابه خدت طلعت تتكلم وتقول لك اصل بيب جوارديولا هو السبب في خروج مانشستر سيتي من دوري الابطال. والله هيوحشنا هيوحشنا والله الكسندر زينتشينكو، والله هيوحشنا والله. وجو كانسيلو احنا مش فاهمين هو جاي لحد دلوقتي النادي بيعمل ايه، بس تمام تمام هي بدايه حلوه وطلعت نقط حلوين وكسبنا ولفرهامبتون، والهدف الثالث كمان اللي في النهايه كابتن جابريل جيسوس بيشوط وراحت تخبط في المدافع وتخش الهدف علشان خاطر الراجل يقول لك المجهود وتكلل والكلام ده. ناس الايقاعي لو حبيت تقيم ايقاعي في المباراه فصعب جدا انك تتكلم عن الراجل كممتاز ولا كان واو ولا كان سوبر، لان صعب جدا انك تتكلم على لاعب في اول مباراه يلعبها مع الفريق بتاعه وتقعد تطلع بيه السما وفجاه بتلاقي ان الراجل عادي وطبيعي. خط الدفاع بتاعنا فعلا محتاج كاليدو كولوبالي، بس المشكله لو جبنا كاليدو كولوبالي هيبقى كاليدو كولوبالي شمال وهيبقى لابورتا شمال وايقاعي شمال. طب بالنسبه للناحيه اليمين الله كريم بقى. لو عجبك الفيديو مش هتخسر حاجه لو عملت لايك، لو ما عجبكش قول لي ما عجبكش ليه، والموضوع سهل وبسيط ودي كوره في الاول وفي الاخر.